تخيل عالم فيه الروبوتات بتقدر تعمل الحاجات اللي البشر بيعملها. عالم الروبوتات فيه تقدر تسلم الاوردرات او حتى تروح السوق وتشتري منتجات مكانك او حتى ترقص معك. يمكن اخر حاجة دي مش مهمة قوي، ولكن هتعرف بعد شوية انا ليه ذكرتها. والفكرة ببساطة هنا ان يكون في روبوتات عايشة حوالينا وبتعمل حاجات معينة، سواء حاجات صعبة علينا، خطيرة، او حتى حاجات احنا مكسلين نعملها. رحب معايا بأوبتيموس جين 2، احدث روبوت من شركة تسلا واللي اعلن عنه ايلون ماسك. روبوت الميزة فيه انه بيجمع بين الهاردوير واللي هو ببساطة الجهاز او الجسم بتاع الروبوت نفسه، وكمان الذكاء الاصطناعي، يعني زي شات جي بي تي كده، بس تخيل ان هو بدل ما انت هتسأله حاجة يقولك تعمل ايه، لا هو هينفذها مكانك. وبعيدا عن اي حاجة، تصميم الروبوت بصراحة شكله رائع جدا. اي نعم، هو شيء مخيف شوية ان يكون في روبوتات عايشة حوالينا، لكن اظن مع تقدم التقنية شكلها هيتحسن شوية وهيبقى مقبول مع الوقت. ده غير كمان ان التكلفة بتاعتها هتقل، وبالتالي غالبا هنشوف حاجات زي كده كتير حوالينا بعدين. طب انا قلت لك من شوية ان من مميزات الروبوت ده ان هو بيقدر يرقص، ولكن ده ايه فايدته او معناه ايه؟ موضوع بسيط جدا، ده معناه ان الذكاء الاصطناعي اللي شغال اللي هو السوفت وير قادر يفهم المحيط اللي حواليه ويبدأ يترجم ده كهاردوير اللي هو جسم الروبوت بالتفاعل معاه، يعني يسمع صوت معين فيرقص معاه بشكل معين، وده مهم جدا. واثناء عرض الروبوت ده في الفيديو الديمو اللي لسه نازل من ايام قليله، خلوا الروبوت يعمل بعض المهام البسيطه زي مثلا هو يمسك البيض ينقلها ويعمل شويه حاجات بسيطه، حاجه زي كده قد تكون مش مهمه قوي، الا انه احنا بنبص على تقنيه عامله زي الاطفال كده وهم لسه في الشهور الاولى، فشيء لسه جديد. طفل في البدايه بيكون قادر ان هو يعمل حاجات بسيطه زي ان هو يقول كلمه او حاجه، ولكن لما بيكبر ويوصل 10 سنين مثلا بيقدر يعمل حاجات اكبر بكتير. فتخيل بقى التقنيات دي بعد 10 سنين لما تبقى في عمر 10 سنين من الانسان هيبقى الوضع عامل ازاي. طبعا الروبوت ده مش اول محاوله روبوت من شركه تسلا، كان في روبوت قبل كده، والروبوت ده يعني متقدم عنه تقريبا، وزنه اقل حوالي 10 كيلو جرام وكمان اسرع 30%. دلوقتي بقى قول لي ايه رايك لو في روبوتات عايشه حوالينا، ده شيء كويس ولا شيء مرعب؟ في نفس الوقت قول لي لو متاح ان انت تطلب منه يعمل حاجه معينه هتقول له يعمل ايه.